هل انتي ملاحظة معانا زينا كده ان بقى فيه مش تكامل، بقى فيه منافسة، والمنافسة دي بقت يعني انا مش عارفة مين الكسبان فيها في الاخر؟ هو بقى فيه ندية، احنا واقفين قصاد بعض بدل ما كنا في طرف واحد، بقينا واقفين قصاد بعض، كل واحد زي ما انت قلتي بيدور على حقوقه قبل واجباته، فاختل ميزان الكون، فحصلت مشاكل، فمبقاش حد راضي، فكترت حالات الطلاق، محكمة الأسرة مش ملاحقة، والولاد عندهم مشاكل نفسية. ده اللي بنشوفه في الجلسات الكوتشنج اللي بنعملها سواء للأسر أو للأفراد. فعلى بتراكمات ونشر الكلام ده على السوشيال ميديا خلى ان كل واحد بيطلع يعني بيخش التجربة بطاقات الناس اللي قبله، يعني هو سمع عن مش بس قرايبه، لا دي حالات ممكن يكون ما بيعرفهاش، بس من كتر ما احنا مركزين في حياة الناس اللي بره فبقينا بنخش علاقاتنا محملين بالطاقات السلبية بتاعتهم وبمشاكلهم وبمقارناتهم وكل حاجة. فده بيزود كتير قوي حجم المشكلة الموجودة في كل بيت. يعني الست أو الراجل ما بقوش يحكموا من واقع تجربتهم هم الشخصية بس، لا. هم بياخدوا تجارب الآخرين وكأنها من المسلمات، بالرغم من إن إحنا ما بنبقاش عارفين إيه داخليات المشاكل اللي هي مش مشاكلنا. يعني إحنا ليه بناخد النتيجة ونبني عليها زي ما بتقولي؟ للأسف ما هي دي السايد افكت بتاع السوشيال ميديا. يعني لما اتعمل النت علشان يبقى عندنا تواصل، علشان ناخد معلومات، تبادل ثقافة، نلحق بعض يعني بشكل إيجابي، إنما علشان ننشر مشاكلنا وكل واحد يفتكر إن أنا داخل علشان هعمل زي فلان وفلان حصل فيها كذا فأنا لازم هيحصل فيها كذا، بغض النظر هو الشخصيات مختلفة ولا شبه بعضها ولا طبيعة البيئة والحياة اللي احنا عايشينها شبه بعض ولا لا. فبناخد من على الوش، ما بنشوفش ورا الكواليس فيه، سواء إيجابي أو سلبي. يعني لو شفنا لقطة حلوة، إيه ده هما ازاي حلوين كده، يا بختهم. ولو سلبي، طب ما هو اكيد السلبي ده وراه برضه حاجات ايجابيه. هو صحيح. مش طول الوقت سعاده ومش طول الوقت نكد، بس كل واحد بيركز على الحاجه اللي هو شايفها مهمه بالنسبه له، او صح. على حسب شخصيته. لو انا شخصيه ايجابيه هركز على الناس اللي بتحقق طموحات وبتحقق نجاحات، والاسر اللي قادره تربي ولادها وبتطلع ابطال او بتطلع مخترعين او متفوقين وبنشوفهم بياخدوا جوائز دوليه او محليه، احسن او غير الشخص التاني اللي هو بيبص على السلبيات. هو مليان طاقات سلبيه، وده بيغذي الطاقة السلبية اللي طبعا فيه. عاملة زي المغناطيس، يعني الواحد لما بيبقى هو محمل بالطاقة السلبية بيدور على أي حاجة تغذي الطاقة دي. طب بس دي معدية ودي معدية. سؤال بس بسيط كده، يعني هل احنا نقدر النهاردة نلقي اللوم كله على السوشيال ميديا وعلى الإعلام، ولا في ظروف على الأرض؟ يعني من واقع تجاربك والكوتشنج اللي بتعمليه، وأكيد في كونسلنج، لأن دلوقتي انتشرت فكرة الاستشارات الزوجية أكتر من زمان بكتير جدا، ده حقيقي. هل شايفة أن يعني الأغلبية في المشاكل راجعة للسوشيال ميديا، ولا إحنا اللي فينا برضو حاجات مسببات في حياتنا الواقعية؟ يعني خليني أقول واقعية، لأن التانية دي افتراضية برضو. افتراضية بس احنا بنحولها في العقل الباطن انها حقيقية. اوكي. ده تعليقا على السوشيال على السوشيال ميديا. انما احنا الواقع بتاعنا اختلت الموازين، وده السبب الاساسي. كانت دور الراجل القوامة والحماية.